أسأل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أبنائي وبناتي الأعزاء المشاهدين والمتابعين لقناة منارة العلم English for you. أهلا ومرحبا بكم مع لقائكم المتجدد منارة العلم English for you. والنهاردة جاي أجاوب عن السؤال بتاع يا مس، إزاي هنذاكر مادة اللغة الإنجليزية؟ يا مس، عايزين نحصل على الدرجة النهائية في مادة اللغة الإنجليزية. يا مس، إحنا المنهج بتاعنا بقى منهج متكرر بيعتمد على القواعد، وبقى منهج تراكمي من سنة أولى ابتدائي لحد دلوقتي، وبيجي لنا الامتحانات من مراجع بالانجليزي ومن مصادر من بره. طب احنا ازاي يا ميس هنحل الامتحان؟ ازاي هنتعامل مع اللغه؟ طب هنكتفي بمذاكره المنهج بس ولا هنعمل ايه؟ انا جايه النهارده ارد على كل الاسئله بتاعتكم دي، وعامله لكم فيديو بعنوان كيفيه مذاكره اللغه الانجليزيه لدفعه التابلت 2021. يلا بينا نعرف هنذاكرها ازاي. يجد بعض الطلاب الثانوية العامة صعوبة في مذاكرة اللغة الإنجليزية، ويشكون من عدم قدرتهم على حفظ الكلمات والإلمام بالقواعد لكثرتها. ويوصي الطلاب بالضرورة اتباع النصائح الآتية عند مذاكرة اللغة الإنجليزية. كيف تذاكر اللغة الإنجليزية؟ سألتني طالبة يوما فقالت: أستاذة، كيف أذاكر اللغة الإنجليزية كما سألتني غيرها الكثيرات؟ والآن أضع بين يديكم ويد السائلة وغيرها مجموعة من النقاط الهامة التي أرى أنها سوف بإذن الله تفيد كل متسائل. بعض الطلاب يجدون صعوبة في مذاكرة هذه اللغة، في حين أن البعض الآخر على عكسهم يحصل على درجات كبيرة في امتحاناتها ويشعرون بلذة في دراستها. وقبل أن أوضح لك أختي الطالبة، أخي الطالب، طريقة مذاكرة اللغة الإنجليزية، دعونا نكرر لكم بعض النصح بالابتعاد تماما عن الطلاب الذين يوهمونكم بأنهم رسبوا بسبب صعوبتها. ولو أنكم علمتم أسباب تأخرهم وفشلهم لتبين لكم خطأهم الكبير في طريقة المذاكرة، وإليكم أهم أسباب فشلهم. فشل من يرسب في اللغة الإنجليزية يرجع لعدة أسباب. أولا، لم يهتموا في السنوات الأولى بحفظ مفردات اللغة والجمل صغيرة سهلة التركيب، لأن زي ما احنا عارفين الإنجليزي ده تراكمي سلمنا ومبني عليها. عشان كده انتوا بتاخدوه من أولى ابتدائي، بنبني بقى حاجة ورا حاجة ورا حاجة. فطالما السلمة الأولانية مكسورة ومهتمتش بيها، مش هتعرف تطلع عليها بقية الأدوار. فهم ما اهتموش في السنوات الأولى بحفظ مفردات اللغة، ولا عرفوا الجرامر، ولا عرفوا ازاي يكونوا جملة، ولا يمكن عارفين يقروا كمان ولا يكتبوه. فطبيعي هيكون صعب عليهم لأن هم ما اهتموش بيه. عدم التركيز في حصص المطالعة اللي هي الريدينج والريدينج كومبريهنشن. عندما يهتم المدرس بتطبيق قواعد اللغة الجديدة وكذلك طريقة استخدام الكلمات الجديدة في الجملة، ويكتفي الطالب بعد هذا بمحاولة حفظ معاني الكلمات دون أن يعرف طريقة استخدامها في اللغة. ثالث سبب لفشلهم، كتابة بعض الطلاب لنطق الكلمات فوق الكلمة. يعني مثلا لو انا بكتب هي، فيروح هو كاتب مثلا هيه مثلا يه مثلا، او وحاطط لي تحتيها قصر ان هي دي كده مثلا هتبقى هي. لو بكتب مثلا شي، فيروح كاتب شين يه وعليها هي، وهكذا. الطريقه دي غلط جدا، لان هو كده ما حاولش يقرا الحروف ولا يعرف نطق كل حرف باللغه الانجليزيه زي ما هو المفروض يعمل، انما هو سهل على نفسه وقراها بالعربي، فهو كده ما اتعلمش. عدم اهتمام بالأعمال التحريرية اللي هي الكتابة، مثل كتابة الجمل القصيرة والموضوعات الكتابية القصار، وتصحيح أخطائهم بعد إعادتها بعد تصحيح المعلم لها. كراهيتهم مثلا لمدرس المادة أحيانا، أو الإعجاب المفرط أحيانا أخرى. كل الأسباب دي أدت إلى رسوبهم في مادة اللغة الإنجليزية. طيب عشان أعرف إزاي أذاكر اللغة الإنجليزية، إحنا عايزين نقسم اللغة الإنجليزية. أساساً المهارات اللي لازم بتتعلمها في أي لغة هي مهارات الريدينج، الرايتينج، التوكينج أو السبيكينج. طيب المهارات دي هنتعلمها كلها إزاي؟ من خلال أجزاء المنهج. أول حاجة عندي في المنهج اللي هي الريدينج كومبريهنشن، اللي هي المطالعة أو القراءة، أو الستوريز اللي هي القصص برضو. تاني حاجة الجرامر، والجرامر دوت هو الأساس اللي بيعرفني إزاي أكون جملة عشان أعرف أتكلم. موضوعات الإنشاء والكومبوزيشن والرايتنج، اللي هي رايتنج الباراجراف ورايتنج الإزاي، فدي بتعلمني برضو إزاي أتكلم وإزاي أكتب. قطع الفهم اللي هي الريدنج كومبريهنشن، وبعد كده التمارين. هي دي الحاجة اللي بتبقى موجودة في اللغة الإنجليزية. طيب هذاكرها إزاي؟
فيما يلي أوضح لكم أخت الطالبة أخي الطالب بعض الطرق لمذاكرة كل جزء من هذه الأجزاء، مع العلم بأن لكل طالب طريقته الخاصة في المذاكرة. إحنا بنوضح بس المعلومات كده، وكل واحد بقى هيذاكر بطريقته، بس ده الأساس. أولا المطالعة اللي هي الريدنج، اللي أنت تقرأ مثلا قطعة أو تقرأ قصة أو تقرأ رواية أو تقرأ باراجراف. وأنا بقرأ هعمل إيه؟ طبعا في الفصل او في مع مدرس المدرسه او مع المدرس اللي على المنصه او مع المدرس بتاع اليوتيوب اللي انت هتتابعه او مع الدرس الخصوصي اللي انت هتاخده، واتيفر بقى اللي بيحصل. المهم لما المدرس يجي يقرا او يقوم حد يقرا، لازم انتبه جيدا اثناء القراءه في الفصل واتبع شرح الخطوط الرئيسيه للدرس او القصه عشان افهمها. احاول افهم من السمع، من الليسننج ومن الريدنج. قراءة القطعة كلها دفعة واحدة حتى يستطيع إدراك فكرة الفكرة العامة فيها والنقط الأساسية فيها. يبقى قراءة القطعة كلها دفعة واحدة حتى يستطيع إدراك الفكرة العامة فيها والنقط الأساسية فيها. قراءة كل قطعة في الموضوع على حدة مع استيعاب المصطلحات اللغوية وحفظ معاني المفردات الجديدة والتعرف على طريقة استخدامها في الجمل واستعمالها في المجموعات الإنشائية. الاهتمام بالإجابة على الأسئلة الموجودة في نهاية الموضوع، وده بيساعد على وضوح وتثبيت المعلومات في الذهن وتدريبك على الكتابة والتعبير عن أفكارك بكتابة جمل قصيرة تلخص الموضوع وتجيب على أسئلته. تتبع ربط فصول القصة ببعضها بإعداد تقرير قصير أو ملخص عن كل شخصية من القصة مع موازنة الشخصيات، ويستحسن قراءة القصة أكثر من مرة لزيادة الاستيعاب والفهم بطريقة صحيحة. تركيز الانتباه إلى طريقة شرح القواعد اللغوية اللي هو الجرامر في أثناء قراءة دروس المطالعة والقصص والروايات. الإجابة على الأسئلة العامة الموجودة في نهاية القصة، ويحسن أن تكون هذه الإجابة تحريريا. طيب قواعد الجرامر. كلما تقدم الطالب في دراسة اللغة الإنجليزية، كلما أصبح من المهم جدا أن يتعرف على قواعد اللغة بصورة منظمة، وخاصة المبادئ الأساسية. والهدف الأساسي من دراسة قواعد اللغة هو اكتشاف القدرة على كتابة الموضوعات الإنشائية السليمة، والذي يطلق عليه جود رايتنج، والابتعاد عن الأخطاء اللغوية التي تكون سببا في ضياع الدرجات الكثيرة في الامتحانات، والابتعاد عن حفظ الموضوعات حفظا صما عن ظهر قلب دون فهم واستيعاب. كذلك فإن استخدام القواعد بصورة سليمة تساعد الطالب على التحدث بأسلوب سليم، عشان هيكون جملة سليمة والزمن هيكون سليم. لكي يستطيع الطالب التقدم في مذاكرة قواعد اللغة والإفادة منها، يجب عليه عشان يتقدم في الجرامر يعمل إيه؟ ينتبه جيد أثناء شرح المدرس للقواعد، خاصة شرح الأمثلة عشان يفهم. ينتبه في مدرسة، ينتبه في درس، ينتبه في درس أونلاين، ينتبه على اليوتيوب، ينتبه لأي مدرس هيشرح بأي طريقة كانت. تاني حاجة، حل تمارين بعد الشرح مباشرة عشان يثبت المعلومة اللي خدها. عدم تأجيل المذاكرة وحل الواجبات. يبحث عن تمارين مماثلة في الكتب الخارجية ويحاول يحلها. يستعين بالمعلم لو واجهته أي صعوبة عشان يفهم التمرين ويفهم السؤال اللي وقف قصاده. يناقش المعلم أثناء الشرح لو في حاجة مش فاهمها، أو عايز يعرف القاعدة دي ليه، أو هو عنده لبس في أي قاعدة، فيناقش المعلم أثناء الشرح. بعد كده هنتكلم عن الرايتنج أو الكمبوزيشن أو الريدنج كومبريهنشن. فموضوعات الإنشاء لها أهمية خاصة بالنسبة لدرجات في الامتحانات، اللي هي مثلا باراجراف والإزاي والحاجة دي. لذلك يجب على الطالب أن يدرب نفسه على كتابة الموضوعات التحريرية وتصحيحها ومعرفة أخطائه. فيما يلي نوضح لك أفضل الطرق لكتابة الموضوع الإنشائي، وقبل هذا ننبهك إلى طرق تقدير درجة موضوعات الإنشاء في الامتحانات، وهي بالتقريب تلت الدرجة على اللغة من حيث القواعد والأخطاء اللغوية والترتيبات الخاصة بتكوين الجملة، وتلت الدرجة على الأفكار، والتلت الآخر على الأسلوب بحيث أنه يتناسب مع السنة الدراسية للطالب، وطالب الثانوية مطالب بأسلوب أفضل من طالب الإعدادية. أفضل طرق الكتابة لموضوع الإنشاء اللي هو الرايتنج سواء باراجراف أو إزاي، أني أقرأ رأس الموضوع جيدا عشان أعرف هو عايزني أتكلم في إيه وأدخل في المقصود على طول. حدد عناصر الموضوع والأفكار فيه، قسم الموضوع إلى فقرات بحيث تشمل كل فقرة عدد من الجمل وتكون جامعها خاصة بنقطة أو فكرة متعلقة بالموضوع. يستحسن أن تكون الجمل بسيطة وفي نفس الوقت فيها مفردات واصطلاحات جديدة من اللي درستها خلال العام الدراسي،
يجب مراجعة موضوع التعبير وملاحظة جميع القواعد اللغوية المستخدمة لأهميتها في التصحيح، فالأخطاء اللغوية الكثيرة تكون سببا في ضياع الكثير من الدرجات. اهتم كثيرا بملاحظة عدد السطور المطلوبة بحيث لا يكون الموضوع قصير جدا ولا أطول من المطلوب. عدم حفظ الموضوعات الإنشائية التي تم تعلمها أثناء العام الدراسي حرفيا، بل محاولة تطبيق ما جاء به من قواعد لغوية. بعد كده بنتكلم عن Reading Comprehension، قطعة الفهم. هذه القطعة يقصد بها مدى قدرتك أخي الطالب وأختي الطالبة على فهم وإدراك ما تقرأ، اللي هو عايز يقيس مهارات الريدنج بقى. حتى وإن اشتمل على بعض المفردات الجديدة عليك لذلك يجب الاتباع الآتي عند الإجابة على أسئلة القطعة. أول حاجة، أقرأ القطعة من انتباه أكتر من مرة، ووضع خط تحت النقط المهمة فيها، ووضع مسودات للأفكار الرئيسية. لا تقلق استضافتك بعض الكلمات التي لا تعرف معناها، ففي إمكانك استنتاج المعنى العام للجملة من سياق الموضوع. لاحظ أن تكون الإجابة على قدر السؤال، يعني لا أكثر ولا أقل، بقدر الإمكان. ولاحظ الزمن، أي إذا كان السؤال في المضارع أو في الماضي أو كده، فبجاوب بنفس زمن السؤال. ملاحظة نوع السؤال، هل باستخدام الأسئلة اللي هي هل، اللي هي الوات والوين والوير، ولا باستخدام أفعال مساعدة. بعد كده التمارين، أنا لما هاجي أذاكر هذاكر من كتاب واثنين وثلاثة واربعة، هاخد القاعدة من المدرس، هذاكر مثلا من كتاب محبب إلي، مثلا معاصر جيمس الكرايس سينيور، كتاب محدد محبب إلي، هخلص بقى المذاكرة في الكتاب دوت، وبعد كده هطبق الحل في كتاب واثنين وثلاثة، مش هشوف شرح تاني، أنا خلاص استوعبت الشرح، بس هشوف تمارين، هحل تمارين في أكتر من كتاب. التمارين على أنواع، بعضها بيكون أساسه قواعد لغوية جرامر، وهنا هيستطيع الطالب أن يجيب عليها إن إذا اتبع الإرشادات الخاصة بطريقة مذاكرة قواعد اللغة، ويساعد في ذلك كثرة الإجابة التحريرية على أسئلة الامتحانات والتعرف على النقاط الصعبة التي تصادفه، ثم الرجوع إلى الكتاب لمذاكرتها والتأكد منها مرة ثانية أو الاستعانة بالمدرس حتى يعيد شرحها له مرة أخرى. توجد تمارين أخرى يكون أساسها المطالعة أو القصص أو الروايات، وهذا أيضا تستطيع الإجابة عليها لو اتبعت الإرشادات الخاصة بها، وهنا يجب الاهتمام كثيرا بأن تكون الإجابة واضحة وبسيطة وخالية من الأخطاء. القاعدة الأساسية، إن من المهم جدا في جميع المواد التركيز أثناء الشرح بتاع المدرس، إنه بالنسبة للغة الإنجليزية شرح المدرس هو الأساس. يجب عدم ترك الحصة إلا وأنت مدرك تماما وشرحها بالكامل. لو ما فهمتش خلي المدرس يعيد 50 مرة، قول له عيد مرة واثنين وثلاثة، وناقشه في الحتة اللي انت ما فهمتهاش لحد ما تفهمها. الأساس إنك تفهم من مدرسك، وبعدين تبتدي انت تشتغل على نفسك تحل وتطبق. لذلك كن شجاعا مع مدرسك واطلب منه إعادة الشرح الجزء الذي لم تفهمه ولو 100 مرة. كذلك فإن غيابك لحصة من الحصص قد يكون سبب في ارتباكك لفترة طويلة، لذلك يجب عدم التغيب، كما يجب الاستعانة بمن يشرح لك من فاتك من الدروس. ويجب ملاحظة أن دروس اللغة الإنجليزية ما هي إلى حلقات مترابطة تبدأ من الأصغر أو الأسهل حتى تنتهي بالأكبر، خاصة موضوعات القواعد اللغوية والإنشائية. ثم إن كثير من الطلاب يستهينون بالتعرف على أخطائهم بعد أن يقوم المدرس بتصحيحها، وبعض منهم يكره وجود القلم الأحمر في كتابه أو كراسه، فيعمل على إزالته متجاهلا، لأن ذلك الخطأ قد يساعده في تجنبه في المرات القادمة. لما تغلط ما تزعلش، طالما أنت لسه بتغلط في حصة درس أو في حصة مدرسة أو في حصة حل الواجب، المهم إنك ما تغلطش في الامتحان. ما هو أنت لما تغلط المرة دي والمدرس يصحح لك، يبقى ده كده مش هتغلطه في الامتحان، فأنت ما تزعلش من أي خطأ ما هو بتغلطه دلوقتي، المهم إنك تتعلم عشان ما تغلطوش تاني. طبعا بيستطيع الطالب عن طريق التصحيح دوت إنه يتجنب إنه يقع في الخطأ مرة ثانية، وبكده هيتقدم بسرعة في اللغة. طيب ختاما، كيف تعلمت اللغة العربية اللي بتتحدثها دلوقتي الطلاقة؟ لو رجعت لورا كده لوجدت إنك كطفل صغير تعلمت اللغة عن طريق تكرار الكلمات والجمل اللي سمعتها من المحاطين بك. هكذا الحال بالنسبة لأي لغة، أي لغة هتسمعها هتكرر كلامها، هتبتدي تحفظها، هتبتدي تتكلم بيها. لا يمكن أن يتعلم إنسان لغة ما إلا عن طريق التكرار والاستعمال، فاللغة ليست مجرد حفظ كلمات، وإنما الأهم من ذلك هو استعمال هذه الكلمات في تركيبات وجمل صحيحة. ولذلك فإنك تحتاج إلى تدريب مستمر وتكرار دائم إذا أردت إتقان اللغة الإنجليزية. الملخص، إليك بعض الإرشادات اللي هتساعدك على ذلك. أول حاجة، معرفة وحفظ معاني الكلمات شيء هام
في اللغة الإنجليزية، ولكنه عديم الفايدة إذ لم تستعمل هذه الكلمات في جمل صحيحة ومفيدة. يعني تتعلم الجملة اللي بتحفظ الكلمة اللي بتحفظها إزاي تدخلها في جملة وتعمل منها جملة مفيدة عشان تعرف تستخدمها بعد كده في كتابة الباراجرافات، في المفروض مثلا كان بعد كده بيبقى في محادثات بترد عليها، إنما طبعا ما بقاش عندك أنت محادثات يا طالب سنة ثالثة ثانوي في النظام الجديد. يعتبر التكرار من أهم الأسس في تعلم اللغات، ولذلك ننصح الطالب بقراءة الموضوعات المكررة وفهمها ومحاولة الاستفادة بالتراكيب والأساليب التي مرت عليك عند كتابة موضوعات الإنشاء. يقتصر كثير من الطلبة على قراءة الموضوعات المكررة في اللغة، بينما نجد أن القراءة الخارجية عامل مهم في تعلم اللغات. يعني أنت ما تقراش كتاب المدرسة بس أو كتاب الخارجي بس، أي حاجة بالإنجليزي تقع قدامك حاول تقراها. بتحب القراية اشتري لك قصة بالإنجليزي وقراها حتى لو ما كانتش مكررة عليك. كل الحاجات دي هتثقل اللغة عندك وتخلي مستواك أحسن. القراءة الخارجية مع المفهمة لمدة نص ساعة يوميا تساعد على اكتساب أساليب جديدة ومفيدة. تأتي أهمية دراسة قواعد اللغة في المراحل المتقدمة، لماذا مثلا تتركب الجملة بالشكل ده، ولو عرفت القواعد السليمة ده هتساعدك قوي في تركيب الجمل بتاعتك وتبقى الجمل بتاعتك جمل سليمة. طيب عشان احفظ بقى الكلمات هعمل ايه؟ هقسم الكلمات الطويلة اللي هجد فيها صعوبة في نطقها وحفظها، لان ده هيسهل علي عملية الحفظ والاسترجاع. يعني مثلا كلمة under estimate يمكن تقسمها ل under و estimate، يبقى under estimate قسمتها ل under و estimate، فخلاص انا عارف under فهحفظ estimate فبقيت سهل علي، غير لما هقولها كده عن بقى على بعضها under estimate. فالكلمات الطويلة اللي هتجد صعوبة في نطقها وحفظها قسمها لأجزاء لأن ده هيسهل حفظها واسترجاعها. طيب يجب تكرار كتابة الكلمة أكتر من مرة، يعني أنت اكتب الكلمة 10 مرات 20 مرة 50 مرة على حسب بقى إمكانية الحفظ. في ناس بتحفظ أسهل من ناس، في ناس بتحفظ أسرع من ناس، على حسب. وبعد ما هتكررها كذا مرة تحاول بقى أن أنت تنطقها وتسمعها كده شفهيا، يبقى أنت كده كتبتها تحريريا وسمعتها شفهيا. ويجب الاعتماد عند الذاكرة عند كتابتها وراجعها بالنظر إلى الكتاب للتأكد من أنك تمكنت من كتابتها بشكل صحيح. طيب اعمل ايه كمان؟ هذاكر القواعد بشكل مجمع عشان ما تجنبش الخلط بينها. يعني لو كنت طالب بالصف الثالث الثانوي فهاعتمد على الكتاب المدرسي كمرجع اساسي لمذاكرتها. فمثلا لو بدات من الصفحه 129 في الكتاب فيمكنك الاطلاع على القواعد اللي هتتضمنها الوحده دي. هروح للوحده كده واشوف القاعده اللي فيها، هي عايزه بريزنت سيمبل، عايزه باست كونتينوس، عايزه بريزنت بيرفكت، واشوف القاعده المفروض ان انا ابقى عارفها تبعا للوحده دي واعرفها. التطبيق على القواعد طبعا بعد مذاكرتها، ان انا هحل في الورك بوك او هحل في الكتب الخارجية، لان ده هيساعد على ان انا اثبت الحاجة اللي فهمتها او اثبت القاعدة اللي خدتها. هذاكر القصة عن طريق ان انا هلخصها وهحولها لسؤال واجابة. هحل الترجمة وخاصة التراجم بتاعت امتحانات الثانوية العامة للسنوات السابقة، عشان كده انا عاملة معاكم سلسلة حل تراجم جايباها من امتحانات السنوات السابقة عشان تتدرب عليها ويكون عندك حصيلات كلمات جديدة. يعني وانت بتحل كده كل ما هتحل جملة هتلاقي نفسك اكتسبت كلمة جديدة ما كنتش عارفها عرفتها. التركيز على الأزمنة لأنها تعتبر عصب اللغة الإنجليزية وأهم جزء في منهج الصف الثاني، بالإضافة للمبني المعلوم والمجهول والروابط وقاعدة إف. يبقى هركز على الأزمنة وهركز على قاعدة إف والمبني المعلوم والمبني المجهول، لأن دي أساسيات الإنجليزي المهمة للصف الثالث السنة. هنكرر الكلمة زي ما قلنا بأن احنا هنكتبها كذا مرة وهنعتمد في الذاكرة على حفظها لنتأكد من تمكنها، لنتأكد من كتابتها وحفظها بشكل مستمر. وهتبدأ مسجلة القواعد كلها بشكل مجمع عشان نتجنب أي خلط، ونعتمد على الكتاب المدرسي كمرجع أساسي للمذاكرة. هنطبق بقى على مجمل القواعد بعد ما نذاكرها مباشرة بأن احنا نحل عدد من الأسئلة في الكتاب المدرسي أو الكتاب الخارجي، عشان ده هيساعد على تثبيتها في الذاكرة وهيزيد من درجة الفهم والاستيعاب. يبقى كل ما هتحل ده هيزيد من درجة فهمك واستيعابك، كل ما هيحل هيزيد من درجة فهمك واستيعابك. اعتمد على اسلوب التأشير اللي هو ان انت تضع اشارات على الجزء اللي انت ذاكرته وتلخصه كده وتعمل له نقاط اساسية وهامة، وتدون الملاحظات القصيرة بعد الانتهاء من القراءة
مع التأشير فعليك إعادة القراءة إيه بتاعة الملاحظات اللي قمت إيه بتدوينها. يعني مثلا المدرسة كان بيشرح مثلا present simple، فقعد يقول لك الكلمات الدالة على الزمن، قعد يقول لك خلي بالك إن الزمن ده هيجي فيه كذا وكذا، والملحوظات اللي قالها لك وأنت كتبتها وراه. لما تيجي تذاكر ابدأ بقراءة الملحوظات اللي أنت دونتها الأول، لان دوت هيساعدك في ان انت تفهم الزمن، وبعد كده طبق على الازمنه لانها عصب اللغه الانجليزيه واهم جزء في منهج الصف الثالث الثانوي، بالاضافه للمبني المعلوم والمجهول والروابط وقاعده اف. يجب تكرار الكلمه الواحده وكتابتها اكتر من مره، هتحفظها وتسمعها شفهيا، ويجب ان تعتمد على الذاكره لما تكتبها وتراجعها بالنظر في الكتاب لتتمكن من كتابتها بشكل صحيح، وتبدأ بمذاكرة القواعد بشكل مجمع عشان نتجنب الخلط زي ما احنا قلنا، وتعتمد على الكتاب المدرسي كمرجع ليك، وتطبق على مجمل القواعد بعد مذاكرتك مباشرة، سواء ده بحل كتاب الخارجي أو بحل كتاب المدرسة. وهتعتمد على أسلوب التأشير، يعني وضع إشارات على الأجزاء وعلى النقاط الأساسية الهامة، وتدون الملاحظات بتاعتك دي عشان لما تيجي تذاكر تبدأ بمذاكرة الملاحظات الهامة اللي بيبقى فيها التركات اللي المدرس مشاورلك عليها وقايل لك خلي بالك إن دي بتاعت كذا ودي بتاعت كذا، لأن هي دي أساسيات الامتحان. طبعا أهمية التركيز على الأزمنة لأنها بتعتبر عصب بالنسبة للغة الإنجليزية، وهي أهم جزء في المنهج زي ما احنا قلنا، اللي هو برضو الروابط واللي هو المبني المعلوم المجهول وقاعدة إف. التلخيص إنك انت هتكتب خلال كل خطوة ملخص كده للأفكار الرئيسية بتاعتك، ولكل بقى المعلومات وكل النوتس اللي انت واخدها من المدرس وكده، تعمل يعني كده تلخيص لنفسك وتبتدي تراجع شرح جميع المعلومات دي، تقرأها بنفسك او لحد من زمايلك، او تحاول يعني ان انت تشرحها لنفسك عشان تأكد المعلومة في دماغك. بعدين هتبتدي بقى تتنبأ بافكار اللي هو مثلا ايه، المستر قال لي ان الحاجة دي بيبقى معناها كذا ومصحح بيستخدمها في كذا، طب ما هجيب عليها مثال، طب ما احاول انا اعمل مثال بنفسي. تتنبأ كده بالافكار اللي ممكن تفيدك واللي ممكن تجيلك في الامتحان بناء على المدرس بتاعك شرحه. وبعدين هتلاقي نفسك خلاص استوعبت اللغة واللغة بتاعتك بقيت تمام. اللغة الانجليزية دي لغة عالمية، بمعنى لو احنا شخص يوناني وشخص عربي وشخص افريقي ومتجمعين كده كذا كذا شخص من كذا بلد، هتبص تلاقي اللغة المتداولة اللي كلنا بنتكلمها عشان نتعرف مع بعض ونتكلم هي اللغة الانجليزية. وفي بعض البلاد الفرنسية، بس الانجليزية منتشرة عالميا اكتر من الفرنسية، فعشان كده اللغة الانجليزية لغة مهمة جدا، بتدرس في جميع المدارس بدءا من الصف الابتدائي، لان هي لغة عالمية، هي لغة التواصل مع العالم. ومنهج اللغة الإنجليزية هو بينقسم لمطالعة وتعبير وقواعد، وزي ما قلنا القراءة أثناء الصف لازم نحافظ عليها ونشوف المدرس بيقرأ إزاي، ونسمع المدرس ونسمع نطقه ونحاول نفهم من خلال قراءته ونستوعب الفكرة الرئيسية بالدرس أو بالقصة، وبعدين نقرأ القطعة قراءة كاملة عشان نعرف كل فكرة ونطلع المصطلحات اللغوية اللي ممكن نستفاد بيها، ونحاول بقى نستفاد بالجمل والتعبيرات الجديدة، ونحاول نجاوب على الأسئلة بتاعة القطعة أو الأسئلة بتاعة القصة أو الأسئلة بتاعة الدرس الشفوي اللي احنا فهمناه ده، عشان نشوف احنا ازاي هنستخدم الجمل والتعبيرات اللي احنا استفدنا بيها والفوكابلري الجديد اللي احنا طلعناه، ازاي هنكون جملة مفيدة ونستخدم الحاجات دي في الإجابة. طيب طبعا يجب التركيز والانتباه للمعلم الجيد أثناء الشرح جدا، ونحل معاه التمارين ونحل الأسئلة، ونستخدم في الجمل واحنا بنكتب المصطلحات البسيطة والمصطلحات الجديدة اللي انا اتعلمتها اللي انا متأكد منها وانا بكتب موضوع تعبير او اي موضوع. لو انا مش فاهم الكلمة اللي بكتبها او مش متأكد منها ما تكتبهاش عشان ما تتحاسبش على الاخطاء اللغوية وتنقص. حاول تسهل على نفسك وتستعمل الكلمات السهلة ان انت حافظها اللي تعرف تكتبها صح. طبعا كمان التعلم بتاع اللغة بيجي من خلال اهتماماتك الشخصية، يعني لو انت بتحب تتفرج على افلام اتفرج على افلام اجنبية هتسكن اللغة بتاعتك، اتفرج على نشرة الاخبار بالانجليزي، اتفرج على برامج الرياضة الانجليزية،
اسمع الأغاني الأجنبية، كل ده هيسقل اللغة بتاعتك، لأن السماع الليسنينج لما يعني هتستصاغ السماع اللي انت بتسمعه هيخليك تفهم، ده هيقودك للريدنج، هيقودك للرايتنج. هي مهارات كلها مرتبطة بالبراكتس، طول ما انت مارستها مرة في مرة هتستصعبها، مرة هتبقى كده عليك سهلة، وهتفعل عملية تعليم اللغة عندك بطريقة ممتعة مش مملة خالص. يبقى زي ما قلنا سماع الأغاني برضو بيساعد معايا في تعلم اللغة، هو ده الطريقة اللي هتخليك تتعلم اللغة بتاعتك. أي كلمة بقى تقابلها اسأل المدرس بتاعك، ممكن مثلا الكلمة دي يبقى في فرق بينها وبين الكلمة دي، طب دي استخدمها امتى ودي استخدمها امتى، روح جوجل وابحث، يعني اما تستعين بمدرس، يا اما تبحث عنها في كتاب مدرسي، يا اما تعرف انت بتعمل ايه. هتلاقي اللغة بتاعتك بقت سهلة جدا، وتعلمت وكل حاجة بقت تمام، انت بس ظبط اللي هو المنهج، اللي هو تبقى عارف قواعد المنهج الجرامر، تبقى عارف الفوكابلوري بتاع الوحدات بتاعتك، وبعدين هتصقل بقى موضوع ان انت تعرف تكتب الباراجراف، موضوع ان انت تعرف تعمل ترانزليشن، موضوع ان انت تعرف تعمل ريدنج كومبريهنشن، فهتلاقي الموضوع مشي معاك وجبت درجة مرتفعة جدا ومقفل في الامتحان ان شاء الله. دي كانت نصايح ليكم لمذاكرة مادة اللغة الإنجليزية، كانت معكم منارة العلم، my best wishes، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.